اهلا بسي منصور، زارتنا البركة يا سيدي. مرحبا بك. مرحبا. قل لي هاكم بنيتهم مدينة كاملة؟ هم 2000 محل السكنة يا سي منصور، بين بورتمانات ومن جهة الأخرى فيلات، وثم زاد مركب تجاري، مسبح، قاعة رياضية، مدرسة وجامع، المرافق الكل، الحصيل وحتى من المركب الثقافي موجود. إن شاء الله مبروك على الشاري وربي تم بالخير. أنا نعرفه سي مراد إنسان جدي ياسر، والمشاريع متاعه كلها ناجحة مخدومة على قاعدة، لا من ناحية المواد البنائية لا من ناحية الخدمة المتقونة. هذا واجب سي منصور، والكلنا حرصين على الجودة. هذاك علاش حبيت نغتنم الفرصة ناخو برتمان مع البرتمانات الهايلين نهديه لبنتي كي تعرس. غنى سي منصور، ما تلقى عنا كان اللي يرضيك. هاي تفضل شوفوا، ثبت في الفينيسيون تاع الجليز والرخام وبيت البانو. شوفوا يا سيدي شوفوا، اما ما عندي فاش نثبت، خدمتكم ما هي معروفه. سامحني دقيقه نسكر الكهرباء ونجيك. محفوظ ما تنساش باش تبعد في نوعيه اللوح. هاي تبعي. ايوا سي حميده، خذ راحتك يا سيدي، تمعن ودقق وثبت كيما تحب. البرتمانات اللي عندنا سي منصور ما تلقاهم في حتى بقعة أخرى، لا من ناحية الأرشيتكتور لا من ناحية الرفاهة. باهي. لا 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 باهي، مش هكا يا محفوظة؟ باهي من ناحية البهوة باهي، ومش راه فيه برشا ضوء. أما خسارة سي منصور حاجة بركة هلكة ستوندينغ بتاع البرتمان. اللوح يدور لي فيه أهلا وسهلا. يزي يا راجل، اللوح هذا من أرقى أنواع اللوح. بلانز شبيك يا أخي. أهلا وسهلا، من فضلك سي حميدة، راني نفهم بالقدا في اللوح. سي منصور اختصاصي كبير في اللوح، ما نتصورش حاجة كيما هكا تعدى عليه. يظهر لي محفوظ عنده الحق. ترى سامحني. أي 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 يا حميدة، اللوح هذا ماهوش في المستوى. غريبة غريبة كيفاش سي مراد باع عقار مشهور في البلاد يعمل حاجة كان هكا. أنا لو كان حكيوها لي ما صدقتش. حيرتني يا سي منصور، متأكد باللي قاعد تقول فيه؟ يظهر لي فيك نسيت اللي هذه هي صنعتي، وصنعتي ما نغلطش فيها. كي نقول لك اللوح هذا ماهوش في المستوى نجم تمن. وإذا كان هذا هو اللوح اللي استعملتوه مش عملتوه الحي الكل،
سي مراد باش يفقد المصداقيه نتاعو مع الناس. اش باش نقول لك يا سي منصور؟ سي الفاضل هو اللي قام بالخدمه والتركيب نتاع اللوح الكل. سي الفاضل هي عاد ما نستغربش. اهلا وسهلا. حسن تولها يمشيش الرجل يفرق من الدم. ريض روحك يا سي فاضل، الجرح مش مخطر برشا، هاني كنت نشوف فيه. جاب ربي سكت الماكينه في الوقت ولا يده كانت تتقص. ديما ننبه ونعاود ونقول لهم ساعدوا على رواحتي. هيا على شوي تبعني. هيا وينو الخدام؟ يجي معي يجي معي. ما تخاف الجلديه جلديه. زعما يا ربي. هيا يا ربي. ترى سامحونا سيد خلي الراجل يتلفز. شنو هذا؟ واحد تاني واحد تاني. ترى شوف يا سيدي. تفضل تفضل تفضل. زيد زيد. زعما لاباس يا دكتور؟ ما تخافش انت بابا، ما تفجعش، ما تنساش اللي انت مريض بالقلب. ودي تلهب الراجل قبل. المره هذه جاتك جلديه، المره الجايه لازمك ترد بالك على روحك. زعما ما تخافش يا دكتور؟ ما عندك مناش تخاف. حب نكون لجنه نتاع خبراء، مش خبير واحد. اللجنه هذه نحبها تعين لي اللوح، والتقرير يلزم يخلط لي في اقرب وقت. ما تغيرتش حتى شيء من نجم بيت الغدوه. هذه امور نتاع ملوك، ضبط في الوقت، سرعه في القرار. منصور ما تقوليش بالحق باش تاخذ البورتمان. برا طلع تلعب لذمار فارغ. تبدا في الدوام انت. الله يبارك يا دكتور. بابا هذا يزمو 15 يوم راح. باهي. علينا خذ الدواء وروحوا به. حاضر. برا ارتاح. ان شاء الله لاباس. عايشك. عايشك. ما تخافش. كثر خيرك. لاباس. ان شاء الله عليك. ها بابا. اش عملت؟ فيش؟ مش قلت لي باش تشري ماكينات جدد؟ إن شاء الله على قريب باش نعمل كوماند على ماكينات من على تيراس. أي بيه. أي. والخدمة ماشياش؟ الخدمة اللي عملناها في الحي الجديد نتاع سي مراد باش تحل لنا جوانا احنا. دوم ما نخلص ناوي ندخل تحسينات كبيرة على المعمل. دراسة حاضرة. ربي سهل. تعرف يا حسن بالتحسينات والتجهيزات اللي ناوي نعملها باش يكون معنا ان شاء الله نمر واحد في الجهه. برافو عليك بابا. انا بشوفك انت موصيك على حاجه واحده. رد بالك رد بالك قد ما تقدر. ما تنساش شنو اللي صار لك في شركه الفلاحه. تتذكر كي حطيت الفلوس الكل وخرج بنتك على راسك؟ قضاء وقدر. مانيش سيدي تاني. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. تهنى وتمال. عامل حسابي مليح. اليوم باش نصفي حساباتي مع سي مراد. الو سي مراد، صباح الخير. حبيت نكلمك على الشيك. وقت اللي نقوموا بالاجراءات القانونيه توا تفهم يا سي الفاضل. بابا شبيك؟ شفهم؟ Thank you.
مشيت حرت تحطمت هبزت علي كيرث. اسمعنيها بابا فهمني. ما فهمتش مش باش نفهمك مش باش نقولك. اذا كان نهار يفشت شركة الفلاح لقيت بقيت ارث تكيت عليه وغرقت بالديون مع البنكة باش نقف على ساقيه من جديد، مرة هذه اللي كيف تحشت ما عادش تقومني قايم. لطف عليك يا بابا لطف عليك، رايد روحك ايش اوقات. بابا اش فما احكي لي بالتفصيل. قولي كوثر انت واثقه منه؟ شنو ما كلمني بالكدا؟ كلمتك قبلك وفهمتك على كل شيء. أم أنت أمي تحب كم بالتدقيق والتفصيل. أمي مش قابلت وحكيت معاه؟ مش قلت لي تحفون وذامر ما يكفيش؟ ليه ما يكفيش؟ يلزمنا نتعرفوا على العائلة متاعه، يلزمنا نثبته. شنو أمي؟ باش نكلف مكتب دراسات يتحقق لي منه؟ نجيب خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع يفركوه قطعة قطعة ويعطوني بالتفصيلة؟ يا بنتي شبي راسك كاسح ومسعسعة، ما تجيش يسرور قلبك. شو نعمل لقلبي الوحيد اللي لا يخون ولا يكذب؟ وعندي زادة ثقة في عزيز، ثقة كبيرة. ها كوثر مشيتش الخدمة اليوم؟ ليه اليوم استرخصت؟ بنا مناسبة؟ عندي ما نقضي ما عاش علي وقت. أما نقول ليشك في لامين بابا. شو قالت لك؟ كوثر كبرت يظهر لي قيت. صحيح أنا بيدي خممت الموضوع ولقيت شكون يهنيها ويهنينا عليها. ثم شكون خطبك فيهم في بليشة؟ خطوبة في حد ذاتها مازلت. أما توجي بطبيعتها قبل ما تعطي كلمتك شوف مع بنتك ممكن عندها رأي آخر. ثم رأي آخر؟ أنا قلت نفركسلها في سعادتها وأنت تقولي رأي آخر؟ سميحة كوثر بنتي وما عنديش غيرها. ليش بيك يا راجل؟ فين عايش؟ هي مازلت وطفلة تستنى حتى أبوها يجيب لها راجلها. اش تقصد؟ كوثر عندها علاقة؟ تعرفت على واحد اسمه عزيز، ماهوش دوني، من عجبني. وكوثر ماذا به لو كان انت تتحدث معاه؟ ما نتصورش تلقى خير من أحسن ولد الفاضل. طبيب ومن عائلة عندها اسمها في البلاد. لكن هي تحب عزيز. الصيغة نتاع المقال ما قنعتنيش. عاود وزيد فيه التعديلات اللي قلت لك عليها. حاضر سي محمود. تنجم تقعد هوني في البيرو. أخي أنت مش عندك التغطية بتاع الندوة الإعلامية؟ كارثة كارثة يا مها. خليت بابا في المعمل داخل بعضه باش يخرج من عقله. ان شاء الله باللطف. وعم فاضل يشكش في حد؟ باش كون باش يشك؟ لا واقف عارفه كيفاش يخطوا وينفذوا، لا عين شافت لو ذن سمعت. سامحوني مانيش نقلقكم، عندي ملف باش نهزه خارجه. لا لا خذ راحتك، تحب تقعد اقعد. بالذات نعرف وقتاش نفرحوا بيكم.
نحب في عرسكم نشتح للصباح. ربي فضلك. بارك الله عليكم، قديش موتين بعضكم. تزربونا في العرس عاد. عدزة هذه يظهر لي الأمور باش تطول شوية. الله يهلكهم. ما يكونش زعما سي مراد وحلفي بنية الحي مشي لصق تهمة اللوح المغشوش البوك باش يمنع روحه؟ ما نعرفش، أما اللي متأكد منه اللي العملية هذه مخطرة برشا. بابا باش يموت بالغلبة، أثرت فيه ياسر وأنا ماني منجم نفهم حتى شيء. حرت يا مها حرت، حس روحي ضايع لاني عارف لا نشرق لا نغرب، وزيد عندي مرضى يستناو في الكلينيك، ما عرفتش نعمل. ليه ما توخرش على خدمتك؟ هتوا نتصل بيك ونمشيو مع بعضنا للشاطي ونحاولوا نفهموا هاللغز. بصيفتي صحفية نجم نعمل تحقيق على هالحي الجديد اللي بنيو فيه، وهكاك الوضعية تتوضح لنا أكثر. وإن شاء الله ما فهمك كان الخير. لو كان وقت اللي جا اللوح ما جيش ريحت في الكلينيك نعمل في العملية على القلب. راني فقت بيه مغشوش دوب ما شفته. وما نوصلش للمواصل هذه. أنا سي فاضل ما فقتش بيه. ما فقت كان في شطر الخدمة. كنت تعلمني وقت مش تخليني غافل ونفيق بيه وقت اللي فات الفوت وترسلي نقبل غير شخص بدون الرضا. حبيت نعلمك يا سي فاضل أما ما نجمتش، خفت عليك، خفت عليك لا قدر الله من صدمة قاضية. الصدمة القاضية اللي خديتها تو، مش قلت لي وأكدت لي اللي باش تتصرف وحتى حد ما ينجم يفيق اللي لوح مغشوش. أنا سي فاضل عملت مجهودي باش الخدمة تمشي وما تقيدش فلسة. لا تاو هاني باش قايد فلسة ومعاها فضيحة ممكن ياسر حبس. اسمع عزيز، إذا كنت تقول بروحك شاعر صحيح ترتجل تاو قصيدة تاو؟ هاي نعم. شفيها وصلنا إيش تحس تاو بقصيدة؟ هيا عزيز خلنا نستمتع ببعض الأبيات. لحظة برك ركز. خذ راحتك. تمر الأيام تتلوها الأعوام وأنا لا أبرح باب القصيدة. كوثر عطر الشعور روح القصائد نجم أضاء في سمائي. أحبك كوثر، أحبك مذ كنت روحا في الغيوب البعيدة. هاي المعنية بالأمر جيد عزيز، عاود متعنا بالقصيدة. شنو شوما يا أخي؟ قلو يلقي لك القصيدة وانت يحكم بنفسك. عزيزة سمعني. حتى نسمعك ما خير منه، أما من بعد مش تو. عزيز يعمل في حب عزيز. بهالقصيدة هذه كوثر ولات آلهة من آلهة اليونان. ليه؟ أكثر من آلهة الشعر. قول ملهمة الشعراء. ليه عاد باش تبدأ في المبالغات؟ أش قولكم الكلام اللي قلتوه بكله غلط؟ غلط؟ ما لقلنا يا خويا بشكون كنت تتغزل خلينا نفهم. كنت نتغزل بكوثر، أما كوثر عندي أنا مش آلهة الشعر بركة، هي آلهة مجتمعة، هي آلهة الشعر وآلهة الحب وآلهة الجمال وآلهة ال... شوفوا شوفوا أسمع يظهر لي فيها بدأت تغيير. آي أسمع سمعنا شو كتبت جديد. ليه أنا ماشي للخارج وقلت لكم الشعر اكتبوا وقرأ واستمتعوا وحدكم. من وقتاش؟ ما في باليش؟ عليه لازم يكون في بالكم. سامحونا يا جماعة. اسمعني يا عزيز، اليوم لازمك تقابل بابا. حكا من غير مقدمات؟ أمي عملت لي تليفون. بابا في باله بكل شيء ويحب يتعرف عليك. اليوم؟ يستنى فيك في البيرو. ماكش مصدقني يا؟
عايش بنتي، عايش بنتي. استنى نسكر الفلسة. هاي هات كرت عمله توا نروحوا. هاي نروح. نمشي المهاء. شو تمشي المهاء؟ مهاء في الجريدة تخدم على روح. منحب مش نروح للدار. من اللي تحب؟ ماني قلت لك نحب نمشي المهاء. اسم مهاء أعطتني فلوس، قلت أعطي سيرين تسري إيش تحب؟ منحب شيء. ليه عادي عايش بنتي، عايش بنتي، عايش بنتي. هاي عاد نروح يا أخي. يا شفت شكون جاي؟ مهاء. اهلا عصفورتي. اي مزيانه لباسه. حبيت نجيب للجريد. هيش بيه عجيت؟ عم فرحات ما حبش. حرام عليه اذا عم فرحات. عم فرحات سعيد ياسر. ها هيا طال الكنب. هاي صباح الخير سي منصور. صباح الخير سليمان. برا ناديلي الوردة. وردة وردة. سي منصور حشتو بيك. صباح الخير سي منصور. ناديت لي؟ صباح الخير وردة. تشبيكي شفتني رجعت على ثنيتك؟ ليه سي منصور ما رجعتش على ثنيتي؟ نسيت دوسي رجعت باش نجيبو. انا حاسك هليمت الكل تتهرب مني. ما عادش عجبتك الخدمه؟ لقيت ما خير؟ انا سي منصوره بالعكس انت خيرك مغرقني، خدمتني وعاونتني باش شريت البرتمان. انا في بالي ما عملت حتى شيء غشك. على كل حال كون متاكده اللي من المستحيل باش تخليك مخصوصه في اي شيء. واطلب يا ورده وانا نوفر لك. واطلب ما تحرش. انا اللي تهمني يا ورده هي سعادتك راحتك. بارك الله فيك سي منصور. شوفك معايا تو فاهم ولا نزيد فاهمك؟ تعاركت مع سي فاضل خرجت فديت سي منصور يزيني من الخدمه معاه. لا انا مازلت حاجتي بيك عند الفضل، لازمك تو ترجع له وتحسن علاقتك معاه. لكن الراجل امره انتهى. ايش مازلت انا نعمل عنده؟ تو هذا كلام مازال عندك ما تعمل. سامي شبيك قاعد هون؟ وين تحبني نقعد مالي؟ اوه شبيك شتعمل؟ ما تعرفش شبيني؟ وين شكون شي قال؟ مها كرهت العيشة مع أمي صفية. نهار كله هي تسيح وتعيط وتعمل في المشاكل وزيد تحمس شي بابا عليا. وبابا؟ يوسع بيلك أنت عادة طو شي يضايجك جديدة؟ ما عادش نتحمل يا مها، ما عادش نتحمل. ما يزيدش خذت بقعة أمي في الدار. الكوليكسيون نتاعها الكل سرقتها لها وباش تعمل بها معرض. خدمة أمي تحبت لها في هالها يا مها. عندك الحق تتغشش. ما يلوم عليك حد. اسمعني مليح يا عايش خويا. ما تدخلش روحك في الحكايات هذي. مشاكل كيف ما هذي نجم تأثر عليك وتلاهيك على قرايتك. خليها بينها وبين بابا. وهذه زيادة هذم كل روب ماما. نحي يدك عاش تمس لازم تبربشة. هما كم شيت تداوي وانا قعدت مقاسي وانت يظل يومك ما ربتكش. Thank you.
شبيكم؟ صفية شبيك مغشة مو لاباس؟ كهو الناس الكل في الدار هذه لاقيهم فيها باي. هاي بنت قدامك اسألها من قبيلة من قبيلة وهي تنهمش فيها ما خلتنيش نخدم الكل. سيرين اش تفهم؟ هي تقلي ماكش متربية. سيرين يا عايش بنتي انا شو وصيتك؟ اي طب نحبك تمشي تطلب السماح من امك صفية وتبوسها. مسامحتها تخليني نخدم برك مش لازم البوس خليها على راحتها. حتى انا ما نحبش البوس. جاب ربي قدامك وعلى عينيك طفلة ولات الكلمة بالكلمة معايا. سيدي مش يطلع منها. مو انت زادت توسع بالك شوية يا صفية؟ نوسع بالي على خاطرك يا عزيزي. اش عندي نعم؟ يعيشك ياخو بخاطرك. خالي عملي تليفون وقال لي لحالة ماما قاعدة تتحسن. نتمنى على ربي تبرم الانهيار العصبي اللي حطمها المسكينة وترجع لنا لاباس. هاي دوما ترجع امي من كندا نمشي ونسكن معها في البرتمان. شويه صبرك هاوي عايش خويا. الو سي محمود نجي توا اش ثم؟ بيبي هاني جاي. سيما يلزمني نمشي للجريدة. اسمعني عايش خويا ما تنرفش روحك وبعدي على امي صفية ما تحككش عليها ماني نعرفك خلينيش متحيرة. باهي باهي تهنى. سي عبد الباري خذا امراه في باله تتلهاله بالاولاد يا اخي طلعت لفحه بسبع عروس. قداير من عند ربي انا غيرتني ما هي قد صبري في الدنيا اش تعاني المسكينه. شوف انا انسان جدي وما نحبش التلكليك بيناتنا تقرير الخبراء اذا التقرير قال ثم غش اتحمل مسؤوليتك كامله. وزيد ها هاي قهوتك حتى الكفاية شوي زهر. حتى انا ما عنديش الزهر. لطف عليك. يعيشك انا 106 محابس و25 شكار غبع. ايوه زغريت. اش ثم هذا الكل هزين والعين والعيله مان وتصفي اش ثم يا ابو زيد شوف ولدك. اوه مدام حط الحطة لازم تم حاجه. تعرفوا لو كان يتحقق اللي في بالي حضروا روحكم الحفله كبيره نذبحوا فيها الزوز على ليش اللي عندنا وفوق منهم بركوس. ربي يعطيك على قد قلبك يفتح في وجهك. اي خلينا نمشي طبعا معاش بكري. سمعت اللي انت مش تعمل تحقيق على حي سكنيه قاعدين يبنيو فيه؟ هي ناوي على ربي. وشكون شاورت؟ يلزمني نشاور هذايا تحقيق ماذا بيا نعمله حتى تتعلم تكتب تقرير في حقه من بعد اختار المواضيع. وش بيها تحقيقاتي سي محمود؟ خذ عاود اقرا التحقيق اللي عديتو لي صباح. تسمي هذا تحقيق؟ اخي ما قراوكش ابجديه التحقيق؟ اللي قريناهم الأبجديات يا محمود وهنا شخصيا استوعبتهم كيف ما يلزم. لولا المقاول ينجم يلغي الطلب ويحملك جميع المصاريف وثانيا
يحملك مبلغ كبير لجبر الضرر. هذا كنا نعرفه يا عبد الباري. المهم توا انت ايش نجم تعملي وانا ايش نجم نعمل. صحيح. التحقيق اللي نعمله يعجبك انت ويعجب الناس، يعتبره هو تافه وما يسوى شيء. ما تنساش اللي حتى انت زاد راسك كاسح وعندك طلعات. معقول سي محمود يحبني يكون قدامه كاني تلميذه وهو معلم؟ كلامه وافكاره واسلوبه واوامر يلزمني نفذها. انت هذا مش ممكن وحتى ضد منطق الصحافه. باهي الخلاصه اش تحب؟ الصحافه قبل كل شيء انضباط، انضباط واحترام. التفرفيش مجيب كلام صايب. الصحافي الطموح اللي يحب يوصل ويتقدم وينجح ما عليه كان يسمع الكلام. اش تحبني نقول لك سي محمود؟ كلامك معقول. هاك فرحانه اش ثم؟ وعلاش ما نفرحش؟ مادامني باش نبدا في التحقيق على حي جديد. مش قلت لك انساه التحقيق؟ ماهوش من اولويات الجريده. ربي فضل لنا سي سالم. ما نوصيكش، لازم توزن كلامك. بابا راهو مش سهل. تخوف فيه؟ للدرجة هذه ما عندكش فيها ثقة؟ أنت ما كنتي مرات ندهم. قولها وأنت على دين. لا لا، حاسيلو. ماني فهمت كبير بابا فين؟ فهم كل شيء، ما نضيعش. منصور ولد بوزيد، بوزيد اللي كان شريكك في الشركة الفلاحية، شفته داخل المعمل توا. اش مجايبه؟ اش يحب عندي؟ تانا نكره ريحة الريحة تاع بوزيد. ما يكون كان ضربته لحيوته أهلا وسهلا، شي يلوج على خدمة. برمشي شوفه وش يحب ورتح لي منه. أهلا وسهلا سي منصور. سي منصور، فما سيد اسمه عزيز قال عنده موعد معاك. انا عندي موعد معاه. قال جاي من طرف كوثر. زعما برمش يقولوا يدخل. هذا ولد بوزيد اللي قلت لك عليه، فهمتو يعرف كوثر؟ برا انت محفوظ على روحك. عسلامة سي منصور. بارك الله فيك. رائع ياسر المكتب متاعك، منظم مرتب كأنه لوحة، كأنه قصيدة شعر. فين تخدم أنت؟ في دار نشر. وش تخدم في دار النشر؟ كل شيء، الراقب، الرجع النصوص، نعمل الإخراج، لهي بالدعاية، العلاقة مع الحرفاء، شوية أورديناتور، نكتب الرسائل. يعني أنا متكلف بكل شيء وما متكلف بشيء. دار النشر هذه وين جات وشكون صاحبها؟ تفضل سي منصور. كيفاش تعرفت على كوثر؟ أمسية شعرية، قريت قصيدة عجبها، تحدثنا شوية على الشعر. تقريبا هذا هو شعر. بوكش يخدم؟ ها؟ بابا متقاعد. متقاعد مش متقاعد، توا يبيع في النوار. متقاعد؟ اش كان يخدم؟
خدم في الوظيفة العمومية ومن بعد شارك جماعة في مشروع فلاحي، لكن الله يهلك ولاد الحرام. شوف يا ولدي، أسقط حاجة عندي أنا هي الكذب، وأسقط شخص عندي هو الشخص الكذاب. عندك الحق، أما ما فهمتكش سي منصور. اللي باش ياخذ بنتي ما يكذبش عليا، وانت يدور فيك سفيه كذاب طالع البوك. شنو هالكلام؟ شو مدخل بابا؟ بوك سارق وانا ما نحطش يدي في يدين السراق. بابا سارق؟ توكل ترى واحد سارق. بابا مستحيل، الف مستحيل. هيا سي سلامة. اش بيك هكا سي منصور؟ شنو هالمقابلة؟ أول مقابلة معك تتهمني أنا بالكذب وتتهم بابا بالسرقة؟ ماكش موافق على علاقتي بكوثر، ما توافقش، أما من غير إهانات. أنا باش نعتبر روحي ما قابلتكش، لكن علاقتي أنا وكوثر حاجة أخرى، إحنا اللي نقرروا مصيرنا مش حد آخر. خرج عليا من بيرويا يا قليل الحياة. قليل الحياة. قال لي كلام عمري ولا سمعت، هاني وحقرني، اعتبرني تفشى وسخ على وجه الارض، سب بابا وشت مقدم حب، ردوا سارق وقليل خير. ما قالكش علاش؟ هو خلاني اتكلم معاه، خلاني نستفسر وندافع على روحي. شوف، ماذا بيا نعمل تحقيق على الحي السكني هذا، نغطي فيه كل مواصفاته، المواصفات الهندسية، المواصفات الجمالية، المرافق، المميزات. مرحبا بيك، أما في رأي التحقيق توا مش وقته، عنا خلاف في الوقت الحاضر مع المقاول، المقاول اللي كلفناه بصنع وتركيب اللوح متاع بنايات الحي الكل. إيه هذا ما يمنعش باش نعرفه بالحي، إلا إذا كان الخلاف كبير ياسر. أما على ما نشوف الشبابك والبيبان يعملوا الكيف في الظاهر بهين، أما المشكلة في نوعية اللوح، ما هيش النوعية المطلوبة. صار فما عملية غش. هي عاد هذه فرصة باش التحقيق يوضحها ويبين لي انتم منضبطين وتحترموا التزاماتكم مع الحرفاء. لا لا، يلزمنا نستناو نتيجة المعاينة متاع الخبراء. صار ما كومش متأكدين من عملية الغش؟ مازال ما عناش ما يثبت، أما متأكدين، على خطر اللي فيقنا رجل معروف برشا في الميدان وصاحب صنعة سي منصور، ندمنا اللي ما كلفناهش هو بالخدمة. تاخذش في خاطرك، بنات الحلال ياسر. بابا انت تعرفوا هذا منصور؟ يا ريتني ما عرفته. ما لا عنده الحق. هو يعرف الحق. اش معناها؟ كنت شاورتني من الاول، راني ما خليتكش تدور بساحته. الكلام اللي قالوا فيك مش معقول. قالك سرقت الشريك الفلاحية. وانت اسمعني مليح، ابعد على منصور. وكوثر نسلم فيها؟ رأي قلته لك وانت حر. تكتفني وتقول لي حر؟ اما حرية، على الاقل نقول لي على المشكل بالضبط، الشريك الفلاحية والسرقة، من حقي نعرف باش نجم نتصرف. شوف يا عزيز، الفضايح مش باهية،
وانا عمري ما تعديت على حد ولا كليت عرض حد ولا دخلت لدار حرام. بوك ما تصرفش خارج حدود القانون واخلاق المهنه مع منصور ولا مع غيره. وليدي تهنى وارتاح ورقد مطمئن. يفهمنيش نعمل انا تو التو اللي عطيتني صرف من عدي اللي عندي قلته لك وهذا كهو. منصور وبابا كانوا شركاء في مشروع فلاحي، الشركة ما دامتش فلست وبابا خسر فيها اللي وراه واللي قدامه. شنو معناها فلست؟ غرقت في الديون، تسرقت؟ المهم كانت شركة عامرة ولحظة ولا تسقف القاعة. واحد من الشركاء مازال التوا مرمي في الحبس، على ما سمعت قريب يخرج. ما فهمتش، بوك هو لاباس عليه وحتى منصور. منصور منصور هذاك شكون كيف يدس في المال بالركو منين وكيفاش الله اعلم بيه. اما الوالد ورث على ابوه تقاسم الورثه هو واخته، وبعد كون معمل اللوح منصور وقتها ظهر له باش يعمل نفس المشروع وقعد يتنافس هو وبابا. الصفقه الاخرى هذه كانت كبيره ياسر، منصور عمل المستحيل باش يفكها وفي الاخر تحصل عليها بابا. تحب تقول اللي منصور حب ينتقم من بوك على خاطر فك له صفقه؟ يا اخي عمل الفوعه هذه الكل. علاش لا ممكن ياسر، منصور خبيث برشا وما يرحمش، وكيف يلقى ضربه يضرب. على كل حال ما عنده وين يوصل، توا نتصل بيه والاوراق الكل تتكشف، اللي بيه الفايده انت رايد روحك. يعجبني الاندفاع والتلقائيه بتاعك يا مها، حتى حجمي وقفك. بالاخص كيف نتمس في مشاعري. تعرف قبيله في قاعه التحرير وجعتني كلمتك، كيف دورها جبدت على العرس وانت قلت على الدزه هذي الامور مش تعرف. انا خايف يا مها، خايف من الدنيا تخرب، خايف لتصير حاجه تضيع علينا اللي خططنا له وحلمنا بيه الكل. ان شاء الله اللي حلمنا بيه الكل يتحقق. بالنسبه لي انا حتى شيء ما ينجم يفرق ما بيناتنا. حبك يا مها، حبك برشا، وما نتصورش روحي نعيش بلاش بيك. سيرين قاعدة هوني وحدك؟ خليني وتبكي زادة. قولي شبيك؟ ما بيا شيء. كالعادة أمي صفية، مي لا قولي شبيك؟ تخبي على بغيتك؟ توحشت ماما، نحب نشوفها. ماني قلت لك ماما عدها جات؟ عدها جات. ديما تقولي هكا وانتي تكذب عليا. وراس سيرين الغالي علي هي اللي مانيش نكذب عليك، اما قلت لك ماما عندها روحت يعني ماما عندها روحت. تصبر شويه برك. اي اعطيني كي التبسيمه الحلوه قبل ما نمشيو ندخلوا. هاي هيا ماما ندخل. هاي تطلعي. هاي تو فهمتني يا سميحه، معناتها انت تحب تلوح بنتك في فم الغول. كي انت عندك مشكلة قديمة مع ابوه عزيز شنو دخله؟ بالله تحب نعطيه بنتي نعفس على قلبي وننسى شكوني انا وشكون هو. يا اخي تقطعوا ولاد العائلات، نخليه طبيب ونجريه في جرة واحد تر وتعرمني بشكون نقصت. كي هذا موقفك اللي قابلته باش تهينه؟ لا لا لا، انا كي قبلت باش نشوفه وقتها ما نعرفوش، اما توا كي عرفته نجم نقول لك اللي انت وكوثر نحبكم تعتبروا هالموضوع صفحة وتتوات ورقة شعلت فيها النار ومشيت رماد. اسمع يا منصور، ممكن الرماد يكون تحت الجمر. أنا عندي ثقة في كوثر، تو يرجع لها شاهد العقل. اللي يكون عنده ثقة في بنته ما يلعبش بعواطفها، ما هينش الشخص اللي اختارته. ثم مية طريقة باش ترفض واحد. هيه
بك الغله هذيك الكل باش نهزل عن فرحات وخالتي سالمه. هذوك ما تخافش عليهم، خذاو باهم على بكري. شبيك على الراجل؟ اش عمل لك؟ يعمل لي اش عنده ما يعمل لي؟ اسمع ننبه عليك، ما عادش نحبك تخالطو، ما قواكم عليا كان هو بدوين توت وتويت وكرهكم فيا. سايب له ناس تحن تسيب بصح راسك، كان مشيت قريت دروسك خير لك. شنو سامي اش ثم؟ كلمها يا مها، فكت لي من يدي الصحن، ما تحبنيش هاد الغلال عن فرحات وخالتي سالمه. عامل عليا بالعاني من محبتي فيها ما ننهزلهم الغله. هيا معايا هيا يجي هون. مشيت مليكه خليت فرحات نايب عليها في الدار. اصبروا عليا شويه تنوريكم فيها. انت ما متلاحظت شيء يا مها؟ والله لا عملت شيء ولا قلت شيء وحدها تتسبب. يا اخي تو ما استنستش بامي صفية. هذيك هي تبيعتها جاتك جديده. مالا سيرين عندها الحق، كيف احنا نسكتوا لها هي تزيد على قدام. كي احنا نعيطوا لها امي صفيه على خاطر بابا مش محبه فيها. لو كان جابي ديانا نعيط لها اسمع يا حتى انت ماكش ناقص يا وحيد. انت ما هو عامل عين رات وعين مراتش ولا ما تنجمش؟ وينك يا عزيز وليدي؟ من قبيل وانا نستنى فيك على الجمر. ما هو لاباس يا امي. شنو لاباس؟ وبيك بيك هز روحه مشى المنصور. مشى المنصور؟ الواه مشيلو. شنيا الواه؟ خل الكلام اللي قالوا فيه شويه تتحي عليه الرقاب. وبيك ماك تعرف كلمتين وقص. يا رسول الله ان شاء الله نخلط عليه قبل ما يقابله. استناني يا عزيز خليني نمشي معاك. اقعد نكبروا فيها الواه. نقعد جوجيه تشعل انت تقول يقعدي. باه يزر بروحك الدقيقه بحسابها. باه استناني شويه نسكر البيبان ونجي. باه يا سي الفاضل عملت اللي نقدر عليه، جريت اتصلت بوست ليدين باش سي مراد يقبل المفاهمه بالحسنى. شيء ما حبش تقولش عليه شكون محرجه. توا هاك نهبط راسي ونسلم. كانك علي انا ما خليتش من جهدي. انت اللي لوحتني في زرداب ويزمك تلقى حل. اه سي الفاضل مش باهي تدور عليا، انا حبيت نعاونك. ريض روحك يا عيشك ريض روحك، نخاف عليك راه. اي كيما خفت عليك قبل حتى وصلت لي لهاوي. سامحني سي الفاضل ما نحبش نزيد نوتر لك اعصابك اكثر، خليني نمشي خير.